السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أبو توفيق. هسا احنا بالأبراج اللي مكان التفريخ، تفريخ الحمام. كل حجي كل برج معزول على صفحة. هو نفس السلالة بس كل محل في مجموعة من الطيور. مجموعة من الطيور. هذا حجي شو تسمي هذا الحمام الأبيض؟ هو التار هذا نفسه اللي ترعى لي؟ يعني تحتفظ مو بس بالزاجل، تحتفظ بانواع ثانيه تحب؟ هذا عندنا قبل حمام الزاجل. هذا عندك قبل حمام الزاجل؟ قبل الزاجل. وحتى عندك حمام زينه جاي شغل، اكو قسم عنده حمام زينه. شيء بسيط. لانه ما نهتم بالزينه، اهتمامنا كله بالزواج. زين حجي، هاي طريقة الابراج اللي سويتها؟ هذه المحاكر يعني. المحاكر. كان متولف الذكر مع الدايه بعدين تجي. من اي سنة هاي مسويها حجي؟ سنين 30 سنة. 30 سنة. زين هي من الأول كانت الطريقة عندك مال التفريخ هي هاي؟ أول كانت المحاكر أو المكاسح اللي تقولوا لها. الخانات. خانات. خانات جودي. بس الحين خلاص الحمام هو سلالة واحدة ومع بين صار سلالة واحدة عادي بعد خلاص. اي بديت تقول حجي بكم حبة جبت من ست حبات اربعة البندرويدين واحدة الفالوين وواحد اللي هو البيبرمان الحمام اللي طار من الكويت الى تجي الكونسولفاتي. زين حجي الفاندرويجن جابهم لك من هو صديقك؟ عبد الرحمن المرجان الله يذكره بالخير. عبد الرحمن المرجان. والجوز الثاني اخذته من ضاحي رحمة الله عليه. ضاحي الشويخه. ضاحي الشويخه. الله يرحمه. الله يرحمه كله يسامحه ويعوضه الجنة ونعيمه. هو فين ساكن ضاحي؟ في سيهات. في سيهات. سيهات قريبة للدمام لو؟ قريبة من الدمام في المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية، والمرجان؟ والمرجان في الدمام بالضبط. اي المرجان هسه اعتزل الهواية؟ لا ما اعتزل الهواية، لا يزال. الهاوي اللي يحب الحمام وبيربي الحمام ما يعتزل الحمام. يعني قصدي يدرب لو بس عند الحمام؟ لا هو لابد يعني اذا ما بيدرب ما بيسابي بيكون بيربي. بيربي، خال يعني تبقى ذكرى عنده حلوة. ان شاء الله. اي والفندرويجن اربع حبات جبت حجي؟ اربع حبات. زين بيجان اردن وهذا السلاله؟ ايوه طبعا في جان اردن، في الجان اردن وفي الكيبر وفي يعني السلالات الحمام المسافات الطويله من اوروبا جات كلها سوا مع بعض. سوا؟ فكلها ايش؟ كلها مختلطه، دماء مختلطه. فانا حبيت اصفي سلاله خاصه بي انا ومعروفه دحين الان باسمي انا بالدار ونوبا. والله يوفق الجميع. زين حجي شنو الوان الحمام اللي جبت الفاندرويجن؟ كانت حمام مفصصات تشيني مفصص تشيني وفي الازرق مقلم ايه وفي التشيني المطرف المسبوق المسبق ايه. زين والحمام اللي جبته من ضاحي رحمه الله عليه هو الانت مسبقه والذكر ازرق بالقلمين المسبوقه تشيني او مقلم الانت المسبقه والذكر بالقلمين لا المسبوقه المسبقه مقلمه لو مفصصه تشيني مفصصه اي يعني السلاله كلها تشيني على مقلم بس برافو عليك اي ويطلع منه اللي هو الكريزلي ويطلع منه الحمام الالوان الثانيه كريزلي قصدك الزاز؟ ايوه لانه اصلا الحمام الزاجل ليس له لون من ايام الحرب العالميه احنا نتابع الحمام كل الحمام هذا الصور والتضاريس والحاجات اللي قاموا فيها حمام ملون. حمام ملون. ملون ليس له لون ثابت. زين الظهر عندك بعدين القسم عند الاحمر. ايه في طلع منه الاحمر. انتوا الاحمر عندكم ما مرغوب بالسعوديه كون الطيور الجارحه. لا 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 مرغوب الحمام شوف هو كل انسان له نظريه في السلاله اللي يبغى يربيها. لا انا قصدي بالطير الجارحي يقطع بالبر يشوفه بسرعه. هو يلقط الحمام الاحمر ويلقط الحمام الابيض. الابيض. الابيض هذا اللي دائما يضرب. زين عندكم طير فاز احمر من سكاكا؟ اي لا سكاكا انا ما دخلت بالاحمر. حايل دخلنا وجايب الاول برضه من حايل بالاحمر. يعني سباق حايل عندك احمر طير؟ اي عندي احمر. كم مسافه؟ 700 كيلو. طب نفس اليوم لو ثاني يوم حجي؟ ثاني يوم.
اشكال الطيور بتطب في اليوم الثاني. كم احنا عندنا تضاريسنا صعبه جدا. وكم درجه حراره كانت؟ درجه الحراره ما في يعني اقل درجه حراره في ايام السباقات عندنا من 25 الى 38. ما شاء الله من 25 الى 38، هاي 25 يعني الجو حلو. وتيجي كمان الرياح ضد الطيور بسرعتها الى 50 كيلومتر في الساعه ضد الطيور. زين حجي، انتم بالنسبه للمواعيد مال السباقات النادي الاتحاد مالكم اذا قال موعد بعد انتهت، حتى لو الجو صعب موعد انتهى؟ لا ما يقول موعد. الموعد اول يكون هناك في لجنه، يا تقول اطلق الطيور يا تقول خلي الطيور. يعني قصدي اذا جو صعب يطلقونه، بس اذا مطر ما يطلقون. هذه اللجنه اللي تقرر في ذاك الوقت ممكن اطلاق الطيور او لا، لانه اذا اطلقوا الطيور في جو صعب وامطار وهواء وعج ومن ذا القبيل معناته هم قاصدين تضيع الطيور. قاصدين يعني قصدي بالجو صعب كل شيء الله يلغي موعد السباق. انا كنت اطلع في السباقات، فمره كان في جو صعب وامطار وزي كذا، ولما كلمنا الاتحاد قال بيتوا الطيور وخلوها اليوم الثاني. ها بيت يعلفونها بمكان يعني. بس برافو عليك. اي زين، بخانه بعربه لو صناديق كانت؟ لا كانت عربه مصندقه طبعا. بها صناديق كل مصندقه ها كامله. يعني ما يجيها لا مطر ولا هواء ولا شيء. كم الخانه كم يخلون بها عدد الطيور حجي؟ من 10 الى 12 طير الى يعني زي كذا، ما يحشروا الطيور حشر مع بالعربه من 10 الى 12؟ لا السلاكه. السلاكه. ها. قصد احنا نسميه قفص. ايوه القفص او السلاكه يعني ما يحطوا فيها اكثر من 12 طير، 10 طيور 12 طير عشان الطيور تكون مبحبحه. والفحل وحده والنثي وحده؟ لا الانات الحال والذكور الحال. اي نفس الطريقه، احنا بعربات لين تطور الوقت. قبل كان بصناديق نوديها، كل واحد قفصه قبل احنا. صحيح. رحنا هدينا من عين زاله مسافه قريب 900 كيلو. وهسه لا، هسه زاخو، واحتمال هسه اذا ما قدروا يطبون زاخو راح يرجع على نفس المكان من عين زاله اللي هو فوق الموصل 105 120 كيلو. عندك في حمامه حقت الدكتور كاظم العبود من زاخو الى 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 البصره 900 كيلو وفاز بحمام. شو اسمه الدكتور؟ الدكتور كاظم العبود. كاظم العبود ابو احمد هذا سكن اعتقد نجف او كربلاء. هي المهم انه يعني خذها من عنده صديق من البصره. اي مديها الواحد في البصره وفاز بها. اي ما شاء الله. وكتب عنها كتابه في منتدى العراق. هاك. عراق زاي. هي سامع بها هذا الدكتور اعتقد لو نجف لو بكربلاء هو. لا رجل هو اخذ من عندي طيور والحمد لله يعني انه اشتغل عليهم. الله يوفقه. الله يوفق الجميع ان شاء الله. رجل محترم شروه من عندي يعني. انا ان شاء الله جاي اريد اخذ لي زوج، انت تعينه لي اريد اشترك به ان شاء الله بنقطه جنوب افريقيا باذن الله تعالى. نقول ان شاء الله التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله اذا الله وفقنا بنشترك بنقطه الشهيد مال الكويت. انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. الحمد لله. الله يرحم والديك حجي. تسلم يا غالي. يا مرحبا. ان شاء الله دائما للافضل للجنايه كلها. امين. الله يرحم والديك. الله يرحمك، الله يرحم والديك حجي.